بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده على موضوع اسمه urinary tract infection. urinary tract infection عشان نعرفه كويس ويبقى في مخنا مظبوط لازم نشوف الاناتومي of the urinary tract. ادي البلادر، اليورينري بلادر، واليورينري بلادر دي ده اليوريثرا اللي هي فتحة البول، وبعدين هنا طالع حالب اللي هو اليوريتر اهو، من هنا ومن هنا، يبقى احنا عندنا كلوتين، تمام. ودي البلادر بتاعتنا اللي فيها اليورين. اليورين بينزل من هنا، الكدني اهي، الكدني عبارة عن قشرة، القشرة دي اسمها الكورتكس اهي، وبعدين جواها المظلة، المظلة داخل فيها الكاليسز، كاليسز يعني تيوبس اهي اهي، والتيوبس دي فيها كابس، يعني حاجة زي الفنجان زي الازازة، يتعبي فيها اليورين ويجي يصب هنا وينزل، تمام. هنا برضو نفس الكلى التانية ايه، هنا برضو اهو، ادي اليوريتر اهو، ها داخل هنا بالكاليسز بتاعته اهي اللي هي كلها كابس، وبعدين الكورتكس اهو، يبقى ده الكورتكس، والحتة اللي جوه دي مع الكاليسز دي اسمها المظلة، يبقى دي المظلة برضو، ودي الكورتكس، ودي الكاليسز اللي هي تيوبز بتاعت البول. مفهومة كده ولا مش مفهوم؟ دي حاجة مهمة جدا. البول لما بينزل من الكلى بينزل عن طريق اليوريتر، لكن ما يرجعش، يعني رجوع لا، ليه؟ هنا في محبس اسمه سفينكتر، سفينكتر يعني محبس، ادي المحبس، يخلي البول ينزل ويطلع لا، تمام. إذا المحبس ده باظ هيحصل حاجة اسمها ريفلكس، يبقى ريفلكس يعني ارتجاع، ارتجاع البول. إمتى؟ لما الاسفنكتر ده يكون بايظ. فهمتوا الأناتومي؟ ده مهم جدا. طيب نيجي بقى للويز أوف انفكشن، إزاي بيحصل الانفكشن؟ مينلي من اليوريثرا، تمام، وده نتيجة الكونتامينيشن with باول فلورا، البكتيريا اللي موجودة طبيعي في القولون وعليه، ودي حاجة مهمة قوي. اليوريثرا ده بيبقى very short in females، يبقى الانفكشن أسهل، الميل صعبة جدا، وبالتالي اليورينري تراكت انفكشن ان فيميلز نسبته عالية جدا، مع ان السيستم اليورين سيستم بتاعها نورمال، انما الميل والتشيلدرن اللي هم ميل تشيلدرن يعني اليوريثرا بتاعتهم طويلة، فالانفكشن صعبة الا اذا كان هناك ابنورماليتي، ابنور ماليتي او ديزيزز، يعني معنى كده ايه؟ ان الستات بيجي لهم انفكشن هو السيستم بتاعهم سليم، سليم 100%، الرجاله لا يمكن يجي لهم، او الاطفال الصبيان يعني، الا اذا كان عندهم بري ديسبوزنج فاكتور، يعني في فاكتور ايه هو اللي عامل الحكايه دي، اناتوميكال فاكتور. طيب ايه هي البكتيريا اللي بتعمل انفكشن وتعمل باس؟ في ما بتعملش باص. ايه اللي بتعمل باص دي؟ اول واحده الكوليفورم باسيلاي، ومن اسمها اهو، كولي يعني كولم، فورم شكل، يبقى الباسيلاي العصويه اللي موجوده نورمال في الكولون، اللي هي اي كولاي وكليب زيلا
اريجينوزا كليبسيلا اريجينوزا والبروتياس. البروتياس دي خلي بالكم منها شويه، ان البروتياس دي ممكن تعمل ستون، ولو عملت ستون هتعمل اوبستراكشن يبقى الانفكشن تزيد وتبقى كومبليكيتد. خلاص. ممكن بقى الاستاف ستافيلوكوكس ابيدرميدس. ابيدرميدس يعني موجوده على السكين، في كل حته في السكين في جسمنا. دي فلورا، سهل كده ولا لا؟ يبقى ايه دي؟ الستريبت ابيدرميدس، استاف ابيدرميدس. ستريبت في كالس، فيسز يعني ستول، يعني في البول، يعني في الكولون. يبقى البكتيريا اللي موجوده في البراز طبيعي. كل البكتيريا اللي انا بقولها دي بكتيريا فلورا حلوه جدا للبني ادم، بتدافع عنه في الانيت اميونتي، المناعه الطبيعيه. ممكن تعمل له فيتامين بي 12 والحاجات دي وتحارب الباثوجينيك اورجانيزم طالما انها في مكانها. لكن لو خرجت من مكانها بقى اللي هو الكولون، الكولون او السكين، وابتدت تروح لاي اورجان هتعمل لنا انفكشن. زي البريتونيوم تعمل لها بريتونايتس، زي اليوريناري تراكت تعمل يوريناري تراكت انفكشن. فهمتوا؟ طيب طريقه العدوى قلنا اهم حاجه اللي هي اسندنج من الباول، لان القولون جنب اليوريثرا. في بقى كمان حاجه اسمها فيزيكو يعني الفيزيكال كولونيك او كوليك فيستولا. فيستولا يعني خرطوم مفتوح اهو. لازم تبقوا عارفين ايه الفرق بين الفيستولا والساينس. الفيستولا مفتوحه من الاثنين، الساينس مفتوحه من ناحيه واحده. فدي مفتوحه من الاثنين وشابكه فين؟ في الكولون اللي هو جنب البلادر، جنب اليوريناري بلادر. اي نتيجه حاجه بقى انفكشن مش عارف ايه، المهم انه يحصل هنا فيستولا، يقوم يعدي الاستول من هنا بالبكتيريا بتاعته ويعمل لنا التهابات في اليورينري سيستم. في طريقه ثانيه، يبقى دي اول واحده اسندنج ودي المور كومن. ثاني واحده الفيستولا. فيستولا يعني انبوبه ما بين القولون النازل، وفي قولون طالع مستعرض نازل اللي هو جنب البلادر فتح على البلادر. او ثرو بلاد ستريم. بلاد ستريم دي بنسميها هيماتوجيناس. هيماتوجيناس او طريق الليمف يبقى ليمفاتكس. على فكره الهيماتوجيناس والليمفاتكس دي ممكن تنقل كانسر، ممكن تنقل اي حاجه. فبتنقل البكتيريا وتخش على اليوريناري تراكت وتعمل لنا يوريناري تراكت انفكشن. ريكارنت انفكشن يعني ايه؟ ريكارنت يعني ترجع، يعني كان عندي يوريناري تراكت انفكشن وحصل لي ريكارنس، ترجع. الريكارنت دي ريكارنت ممكن يبقى حاجه من اتنين، يا ري انفكشن يا اما ريلابس. ريلابس يعني نكسه، يعني جالي يورينال تراكت انفكشن وخدت علاج، وبعد ما خدت العلاج بسبع ايام ثمان ايام راح ايه طالع لي يورينال تراكت انفكشن تاني، يبقى ده ريلابس. ريلابس وريلابس ده يبقى نفس الميكروب، اذا كان ايكولاي بايكولاي، اذا كان كليبسيلا يبقى كليبسيلا، إذا كان ستريبتوفيكالس يبقى ستريبتوفيكالس. الري انفكشن بتيجي بعد ما وقف العلاج، ما أنا خلاص أنا عرفت إن أنا عندي يورينال تراكت انفكشن وخدت تريتمنت. التريتمنت خلاص وخفيته وبقيت حلو قوي، بعد سبع أيام يجي لي تاني انفكشن نفس الأورجانيزم. يبقى ده اسمه ريلابس، وده ما يخوفش قوي يعني، هاخد علاج تاني. لكن اي ريكارنت مش كويس. الري انفكشن بعد ما وقف علاج ب 14 يوم يجي لي الانفكشن، يا اما ذا سيم اورجانيزم كوليفورم بس،
او اذر اورجانيزم تبقى إكليبسيلا او كومباينيشن ايكولاي وستاف، يعني حاجات كده. اذا كان الريلابس ده هيحصل في نورمال بيرسون، يعني ما عندهوش ديزيزز، ما فيش حاجه عامله له اوبستراكشن، يبقى النهايه بتاعتنا حلوه قوي. اذا كان الري انفكشن هيستمر بالمنظر ده والشخص ده عنده مرض، المرض ده زي الديابيتس، زي البولي سيستك كيدني، كيدني مليانه سيست، او واحد عنده سيكلينج سيلز، يعني بعمل له بلاد فيلم الاقي الار بي سيز عامله كده سيكلينج. الار بي سيز ما فيهاش نيوكليس طبعا، لكن في سيكلينج، في مغزليات، خلايا مغزليه، يبقى دول هيبقى مور كومبليكيتد. واذا كان في حاجات ابنورمال زي ستون مثلا، الستون ده مشكله كبيره، وقلنا ان البروتياس هي اللي بتعمل الاشكال ده. لو جينا بقى نشوف النيتشر اوف يورينري تراكت انفكشن، يورينري تراكت انفكشن الاقيه يا اما سنجل ايسوليت، يعني انا فاصل منه ستريبت مثلا في كالس ايكولاي كليبسيلا بروتياس، او ريكارنت اتاك. خلاص السنجل ده يعني باذن الله كده حاجه بسيطه وانكومبليكيتد. الريكارنت اتاك، الريكارنت اتاك اذا كان في كومبليكيشن زي ايه قلنا دلوقتي، زي ابنورمال حاجات زي الستون والبوليسيستيك كيدني والفيزيكو ريفلكس، فيزيكو اهو ده الفيزيك اللي هي البلادر، يوترال او يوريتريك ريفلكس، يعني ايه؟ يعني الصامولة اللي بتقفل او المحبس ما بيقفلش، فالبكتيريا هنا فيه وراح تطلع تاني، ما في ريجيرش، يقوم ده الاول حاجه يحصل ان اليوريتر يوسع قوي، يبقى عامل كده والبكتيريا تبتدي تخش هنا، ولو دخلت هنا هتلاقوا الكاليسز بدل ما هتكب بقت كلاب، يعني مقفوله حاجه كده، كلام حاجه مقفوله، والاقي الكورتكس شرانكت ابتدى يقل ويعني الخلية كلها تبتدي تدي منظر غير سليم، هشرحه بعد دقيقتين.
قلنا بقى في complicated وايه uncomplicated. uncomplicated وcomplicated يعني اليورينري تراكت كويس قوي، وعملت اشعه بيوروجرام، يوروجرام يعني صبغت اشعه، لقيت الكلى حلوه، الكورتكس جميل، المظله والكاليسز مفتوحين ما فيهمش كلابز والحاجات دهيت، والمثانة كويسة واليوريثرا كويسة، يبقى ده uncomplicated. الuncomplicated ده خلاص ده إن شاء الله إيه البروجنوزس بتاعه، بروجنوزس يعني النهاية بتاعته يعني أخرته حلوة. نيجي للcomplicated، الcomplicated ده هو يا إما برضو عملت لقيت نورمال يورينري تراكت سيستم بتاعنا نورمال ما فيهوش حاجه، يعني اناتوميكال انا بتكلم على الاناتومي بتاعه نورمال، كل حاجه كويسه زي ما هنا انكومبليكيتد ونورمال. نورمال بس العيان ده هو، بس العيان ده هو عنده ديزيزز. ايه الديزيزز دي؟ قلنا دايابيتس لسه قايلها دلوقتي، وسيكلينج سيلز واب يوز اوف مسكنات، يعني بعمال ياخد مسكنات بقى بروفين والحاجات دي بصفه دائمه. خلاص يا اما اليورينري تراكت بتاعه فيه مشكله زي ايه؟ زي ستون، زي بوليسيستيك كيدني، زي فيزيكو يعني الجول بلادر. جول بلادر يو اوريتر يبقى فيزيكو يوريتر، يعني الجول بلادر مع اليوريتر. تمام، في ريجيرش او ريف لاكس، الصمام مش مظبوط. تمام، دول نهايتهم ايه؟ اذا كان نورمال والحاجات دي كلها هيبقى في ريسك عنده، يبقى لازم نعمل له كونتينيوس تشيك اب. تشيك اب يعني ايه بقى؟ يعني اعمل له الترا سونيك نيفروجرام، يعني اعمل بيسموها ايه، ان احنا نعمل كشف على اليورينري تراك بالالترا سونيك. ممكن نعمل سي تي لو لقينا شاكين في حاجه، نعمل سي تي كونتراست. خلاص مفيش حاجه يبقى ده حلو وامور. في بقى حاجه في الحاجات دي مش كويسه، يبقى ده داخل في رينال انجري وممكن ينتهي برينال فيلير. مفهومة دي ولا مش مفهومة؟ يبقى ده الكومبليكيتد والانكومبليكيتد. انكومبليكيتد البروجنيز بتاعه فيري جود بعد ما نتأكد ان كل حاجة نور. الكومبليكيتد بقى، الكومبليكيتد يعني ايه؟ يعني عنده امراض يا في حاجة سد السكة او فتح السكة. سد السكة زي ستون، فتح السكة زي فيزيكو يوريتريك يوريتاس اليوريتر يعني يوريتريك ريفلكس ارتجاع، يعني في انفكشن هنا تطلع فوق وترجع وترجع وتروح وهكذا، انفكشن جايه من هنا فبترجع تاني فوق للكلى، تقوم تعمل التهابات في الكلى هشرحها حالا بالا. ادي الايه، معلش انا بس عشان اشوف البوينتس ما اقعدش اخش بوينت غير بوينت. نيجي بقى على الكومبليكيتد والانكومبليكيتد، ده كل ده كومبليكيتد وانكومبليكيتد. قلنا نشوف الفانكشن بتاع الكدني، فانكشن بتاع الكدني كويس تمام التمام، لكن لو في النورمال بيرزيستنت او ريكرنت انفكشن ده هتبقى سيريس وتخوف. اذا كان ابنورمال يورينري تراكت يبقى في ستون، في حاجات زي كده، ده هيبقى مش لطيف معانا، ولازم ندي العيان علاج ولازم نظبط الدنيا زي ما هقول حالا. ايه هو التظبيط؟
وايه هو العلاج وايه هو الانفستيجيشن والسبيشال انفستيجيشن. اول حاجه هتيجي في الجدني ان يحصل بايلو نفرايتس. نفر يعني كده، يبقى بايلو نفرايتس يعني انفلاميشن في حوض الكلى، يحصل انفلاميشن. الانفلاميشن ده هو لازم اتاكد منه بالاعراض بتاعته. ايه هي الاعراض بتاعته؟ سميها ايه؟ ها، بايلو نفرايتس. اي حاجه فيها ايتس يعني انفلاميشن، يبقى فيه فيفر على طول. في لاين فيز، لاين بين يعني وجع في بطنه من تحت كده. وبعدين بعمل تحليل بول الاقي فيه نسبه بس عاليه جدا ونسبه بكتيريا عاليه جدا. ازاي؟ عن طريق الكالتشر، ان انا ازرع البول. ونقول انت ازرع البول من دلوقتي عشان نخلص. عشان ازرع بول لازم اخد الميد ستريم يورين. ميد ستريم يورين يعني ايه؟ ميد ستريم يورين يعني كمية البول اللي في الوسط، ما هياش الاولانية ولا الاخرانية. ازاي كده بقى؟ اذا كان ميل بنضف اليوريثرا كويس، عشان ساعات اليوريثرا تبقى عليها نورمال فلورا تنزل لي في المزرعة، او ما نتخم فيها او اقول ده ايه، او ما اعمل ايه بقى؟ انضف اليوريثرا وخلي العيان ينزل شوية بول ويمسك نفسه، وبعدين اجيب له استرايل كاب، كوباية معقمة، وخليه ينزل شوية بول ويمسك نفسه ويقفل العلبة دي ويعينها ويبتدي يكمل البول في التواليت. يبقى انا ما خدتش العيان الاولانية ولا الاخرانية. الاولانية ممكن تبقى فيه اليوريثرا عليه فلورا وتبان، وخصوصا الستات. وبعدين الاخرانيه دي ممكن يبقى كان عنده اي حاجه كده، ستون، تراب، هينزل لنا حاجات موجوده مش مظبوطه مش عاوزينها. يبقى بناخد الميد ستريم يورين. وبعد ما اخد الميد ستريم يورين اعمل بقى كالتشر لليورين وسنسيتيفيتي عشان اشوف العلاج بتاعي ايه. لو كان ميكروب واحد خلاص ادي العلاج المظبوط اللي انا شفته، اموكسيسيلين، سيبروفلوكساسين، اي حاجه بقى حسب نوع الميكروب، لان الجرام نيجاتيف ليه انتي بايوتكس غير الجرام بوزيتيف. فاحنا هنقول مثلا جرام نيجاتيف يبقى سيبروفلوكساسين، حاجات كده كلها هنقولها مع بعض في الاخر. وبعدين يبقى كده خف. لو جات له اتاك تاني بعد 7 ايام يبقى ده اسمه ريلابس. ابص على الميكروب الاقيه هو ايكولاي برضه، يبقى ده ريلابس. لكن لو جات له بقى بعد 14 يوم من وقف العلاج يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه ريكارنت او ري انفكشن احسن. حصل له ري انفكشن، ابص الاقي ايكولاي ومعاها مثلا ستاف، او الاقي مثلا مفيش ايكولاي خالص وبقت كليبسيلا نوع تاني، ودي بتبقى في منتهى الخطوره. كده تمام؟ لو نيجي بقى نشوف الكورتكس الاقي فيها سمول ابسيسز، خراريج صغيره كده، وبعدين الخراريج دي فيها باس، تنزل الباس في المطار، يبقى في تنج اوف بلاس، شويه باس كده نزلوا في المضلة. اعمل هيستوباثولوجي الاقي بوليمورف نيوكليير ليكوسايت، اللي هي يعني ايه بوليمورف نيوكليير ليكوسايت؟ دي عباره عن حاجات الانفلاميشن، بوليمورف نيوكليير ليكوسايت. والتيوبيولز، التيوبيولز دي كلها مليانه برضو الخلايا دي اللي هي بوليمورف نيوكليير ليكوسايتس. عارفينها ولا لا؟ هي بوليمورف نيوكليير ليكوسايتس. ادي الايه؟ الحاجات اللي هنشوفها في البايلو نفرايتس. ودي لما بتيجي فيها فيبر وبتاع تبقى اكيوت غالبا، انما في حاجه اسمها
كرونيك بايلو نيفرايتس. كرونيك يعني مستمرة أو مزمنة، دي ما بتجيش إلا لو في المحبس هنا بايظ، هنا مش بايظ. هلاقي إيه الأعراض بقى؟ زي ما قلت هلاقي إن اليوريتر بقى دايليتد، الكاليسس بعد ما كانت كب بقت كلب اهي قفلت تقريبا، الكورتكس بقت الريجولر والشرانكينج، والكلى كلها صغرت كده. يبقى دي على طول كرونيك بايلو نيفرايتس، معناها بايلو نيفرايتس ديو تو ريفلكس، ريفلكس من الفيزيكو يوريتريك ريفلكس. ده ما بتجيش للكبار لان القعده بتاعت البلادر بتبقى خلاص كومبليتلي ماتيور ومظبوطه، انما تيجي للاطفال، تيجي للاطفال الصغيرين اللي هم لسه البيز بتاعت البلادر او الحته الارضيه بتاعت البلادر لسه نوت ويل ديفلوب، فدي اكتر في الاطفال. طب دي ايه دي؟ دي خطيره جدا، لو سبتها هتبوظ الكلى خالص، ولو كانت بايلاترال هتبقى مصيبه تبوظ الكلى الثانيه، لانها ممكن تبقى يونيلاترال وممكن بايلاترال. فدول ايه نعمل لهم ايه؟ نشوفهم بقى سي تي كونتراست، ونعمل يوروجرام، يوروجرام يعني صبغه بالاشعه بالصبغه، وبعدين نعمل رنين، نعمل رنين ليه؟ لان الصبغه دي ممكن تعمل حساسيه، ممكن تعمل حساسيه. الرنين ده عباره عن ذبذبات بالرنين، مش هتعمل لي حساسيه اطلاقا، وهتبين لي كل حاجه. السي تي ده هو بيبقى 3 دايمنشن، يعني يروح كده ويجي كده ويروح كده ويجي، فبيجيب لي كل بيالوز اسمها، او بيورينا كل الكدني حته حته فيها. لو نيجي على امراض تانية ممكن الاقي في حاجه اسمها يوريثيرايتس، يبقى احنا خدنا الكدني اهو، بايلو نيفرايتس وريفلكس. بايلو نيفرايتس ده يا اما اكيوت يا كرونيك، كرونيك هي او اتروفيك تبقى هي الريفلكس دي، والريفلكس ده حاجه في منتهى الخطوره وبنسميها نيفروباثي. نيفروباثي لما الكلى تبقى شكلها كده يبقى العيان ده عنده نيفروباثي، وانس حصل ممكن ما يرجعش، فلازم الحقه من الاول بان اعمل له الانفستيجيشنز دي كلها ويورين اناليسيس وافضل اعالج فيه، واذا كان طفل لما يكبر هيتحسن، لكن ممكن اعمل له امبلانت، ازرع له اركب له من هنا محبس، تمام؟ وكل ده هيبان في الام ار اي، هتبين كل كبيره وصغيره دون الرجوع الى صبغه. فهمنا دول ولا ما فهمناهوش؟ سهل سهل. في حاجه اسمها بكتيريوريك، يعني مفيش بكتيريا، بكتيريوريك ديس يوريا، يبقى ده جاي من الايه؟ من اليوريثرا. بكتيريوريك مفيش بكتيريا، لكن في حرقان في البول. كلمه ديس، اي كلمه ديس يبقى حرقان او حاجه غلط. يوريا ديس منوريا، يبقى في حاجه غلط في المنسترويشن، في حرقان، في وجع، يبقى في وجع اثناء التبول وما هواش ديو تو بكتيريا اللي انا قلت عليها. بكتيريك دي بقى تيجي ليه؟ يوجوالي في الفيميلز، يوجوالي في الفيميلز دي بيبقى بوست كويتال، يعني بعد الجماع، بعد السكشوال، او كان عندها فاجاينايتس، او بيجي للكبار بقى يوريثيرايتس لاسباب عديده هقولها، او انترستيشيال سيستايتس، او يجي له سيستايتس. سيستايتس دي بنسميها هانرز
سندروم او هانرز ألسر. يبقى ألسر في الايه؟ في الجول في اليورينري بلادر اسمها هانرز ألسر. كل دول عباره عن ديسيوريا، حرقان في البول، ما هوش بكتيريا. وما تديش انتي بايوتك بقى مع ده، مشكله جامده. نشوف ايه السبب بس الاول. طيب لو جينا بقى عاوزين نشخص اي يورينري تراكت انفكشن، ايه الكرايتيريا؟ كرايتيريا يعني الاساسيات. اول حاجه ايه؟ اذا كان العيان عنده سيمتومز سيمتوماتيك وومن، في سيمتوماتيك مان. اذا كان سيمتوماتيك وومن لازم يبقى الكولي فورم اللي هما مين؟ ايكولاي، كليبسيلا، ها اللي بتعمل ستون مين؟ بروتياس. يبقى ايكولاي، كليبسيلا اور بروتياس، دول الكولي فورم. يكون الكولي فورم دول موجودين عنده او عندها اكبر من 10 باور 2 لما اجي ازرع الكالشر، لكن لما اشوف الباس يبقى اكتر من 10 باور 5. يبقى البايوريا بتاعته يعني اعمل له تحليل بول اشوف الباس سيلز اكتر من ايه؟ اكتر من 10 باور 5، 10 اس 5. طيب لما اجي ازرع بقى الاورجانيزم البول زي ما قلنا المزرعه ازاي ميد ستريم يورين، ويطلع لي كولونيز بتاعه الكوليفور، لازم تكون عدد الكولونيز اكتر من 10 باور 2. المين بيختلف بقى، بدل 10 باور 2 10 باور 3، الرجال يقيمون على النساء، يبقى اكتر منها. بدل 10 باور 2 هتبقى 10 باور 3. لكن لو كان اسيمتوماتيك ما عندوش اي اعراض وعنده شويه حاجات في اليورين كده، يبقى لازم تتحسب على انه 10 اوفر 5. يبقى 10 اوفر 5 دي ايه؟ لازقه في الاسيمتوماتيك. اسيمتوماتيك ما عندوش اعراض. يبقى اذا كان عنده اعراض سيمتوماتيك ميل ولا فيميل؟ لا فيميل. يبقى لازم الباس سيلز تبقى اكتر من 10 باور 3 والاورجانيزم اللي على الكالتشر بتاعي 10 باور 2. اذا كان في المال يبقى الباس سيلز بتاعتنا 10 باور 5 وكذلك الكالتشر بتاعنا. إذا كان اسيمتوماتيك يبقى زي المان بالظبط 10 باور 5. مفهوم كده؟ آدي الانفستيجيشنز اللي بنعملها في اليورين. عشان أشوف اليورين بقى بسرعة في العيادة ولا حاجة، لازم أستخدم حاجات سريعة جدا. إيه هي الحاجات السريعة دي؟ أعمل ديب ستيك تيست. يعني في عندي ادي البول وفي عندي شريط كده، في حاجه مكتوب عليها نايتريت وحاجه مكتوب عليها استريز. الاستريز ده بتاع الوايت بيسيز، لو طلعوا بوزيتيف يبقى ده على طول 75% او 80% عنده يورين تراكت انفكشن وعنده اكيوت انفكشن. غير كده بقى نعمل ايه؟ يستحسن ان احنا نعمل بري تريتمنت كالتشر ونعمل بوست تريتمنت كالتشر. بري تريتمنت كالتشر ايه ده بقى؟ العيان عنده حرقان في البول، اروح مديله علاج واعمل مزرعه الاقي مفيش حاجه طلعت، يبقى اذا العلاج ده كان صح. تمام؟ او افصل الميكروب وادي العلاج واشوف بعديه راح، يبقى خلاص يبقى الميكروب ده هو ده 100% وهو ده الانتي بايوتيك اللي لازم ياخده العيان، يبقى انا اتاكد. طيب نعمل ايه كمان بقى؟ وسي تي سكان وام ار اي. على خلي بالك من الكلمه دي، يعني نو،
بكتيريوريك ديس يوريا. قلنا ديس يعني حرقان، يوريا في حرقان في البول، وجع في البول وهو نازل. ده بنسميه ايه؟ ده بنسميه يوريثرال سندروم. اليوريثرا اهي شايفها، اللي هي دي اللي بتنزل البول، وادي اليوريتر وادي الكدني، وادي اليوريتر وادي الكدني، افكرك يعني. يبقى دي اسمها يوريثرال سندروم، اللي هي ايه؟ بكتيريك. امال ايه دي؟ مفيش بكتيريا، امال ايه الوجع سببه ايه؟ سبب بوست كويتال تروما، يعني بعد الجماع الجنسي حصل تروما نتيجه ايه؟ العمليه الجنسيه مش مضبوطه اي حاجه. المهم ان هي دي بوست بعد كويتال الجماع، تروما يعني اهانه او حاجه وحشه في الجسم. ممكن تكون فاجاينايتس، انفلاميشن في الفاجينا، انفلاميشن في الفاجينا بتاعت الست دي. ممكن يكون في انترستيشيال سيستايتس، يعني سيستايتس التهاب في اليورينري بلادر، سيستايتس وفي الايه، وفي الغشاء المبطن لها، يبقى ده انترستيشيال، ده اسمه هانرز ألسر. يبقى الهانرز ألسر ده فيه بكتيريا؟ لا بكتيريا. طب ده بيجي فين؟ انترستيشيال سيستايتس، انترستيشيال سيستايتس. طيب في حرقان في البول برضو، ممكن يكون فاجينايتس ان فيميلز، وممكن يكون بوست كويتال ان فيميلز بعد الجماع الجنسي، تبص تلاقي عندها شويه يوريثرايتس وحرقان في البول. ما انساش بقى ان في الاولد ايج بيبقى ما فيش اهتمامات، ما فيش حاجات كده، في تبول لا ارادي، ممكن اي حاجه من دي تؤدي الى ايه؟ يوريثرايتس. كل دي ما هياش بكتيريا، يبقى اسمها بكتيريوريا. لكن لو في بكتيريا بقى يبقى اسمها يورينري تراكت انفكشن، بس اسمها بكتيريال، مش بكتيريال، بكتيريال سيستايتس، بكتيريال نيفرايتس، نيفروزس. طيب بصوا بقى، انا جمعت بول يورين من واحد، واخد بالك يا سالم؟ يورين من واحد خلاص، طلع فيه باس، طلع فيه باس، ده بنسميه ايه؟ وازرع ما يطلعش حاجه، ازرع على الميديا اللي انتوا عارفينها بقى، بلاد اجار، اجار ماكونكي، عشان نشوف ايه البكتيريا اللي عامله كده. الاقي ايه بقى؟ استرايل، مش طالع حاجه خالص، بكتيريوريا، يعني في بكتيريا بس مش عامله باس سيلز، او في باس سيلز ومش لاقي بكتيريا. ودي الاوقع بقى، ببص في اليورين لقيت باس سيلز، عملت كالتشر نو جروس، كالتشر نو جروس، يا نهار ابيض. ده ممكن تكون ايه دي بقى؟ ممكن تبقى ضرن او سل تي بي، او ميكروب اسمه كلاميديا. كلاميديا ده عباره عن بكتيريا انما قريب من الفيروس، عاوز يتزرع على تيشو كالتشر وشغلانه، انما هو ممكن تبقى التي بي هي المور كومن الايام دي. طيب اذا كان عندنا بقى بكتيريا في البول يبقى اسمها ايه؟ بكتيريوريا، اسمها ايه؟ بكتيريوريا. طيب انت هتسالني سؤال، تقول لي الابكتيريا دي مفيش بكتيريا، هنا في بكتيريا. الابكتيريا دي لما تطلع تي بي اشخصها ازاي؟ اشخصها باني اخد بايوبسي، بايوبسي يعني عينه من البلادر او عينه من اي حته انا شاكك فيها، بعد ما اعمل السي تي والحاجات دي كلها، وبعدين اعمل يورين كلتشر، كلتشر على الميديا بتاعت التي بي. ايه هي الميديا بتاع التي بي؟ حاجه اسمها لوفنشتاين ميديا. يبقى لازم ازرع على لوفنشتاين ميديا، وازرع مثلا ثلاث ايام كل يوم اخد عينه وازرعها، لانه بيبقى فيري رير، او اعمل فيلم اسبغه بزيل نيلسون، الاقي الفيلم كله ازرق والتي بي بس اللايه حمراء قليله كده. يبقى ده اذا كان
انا عملت تحليل بول ولقيت فيه صديد ازرع ما يطلعش بكتيريا، يبقى دي بسميها استرايل معقد، مفيش حقن بكتيريوريا، مفيش بكتيريا. لا ده في بقى زي التي بي، التي بي ده بيعمل كولد ابسس. المهم ان عشان ايه اقول بقى والله ان ده تي بي بقى، ما هو مفيش، عملت كل الكالتشر سنسيتيفيتي والانتي بيوتيك مش هينفع. ليه؟ لان التي بي له تريتمنت محدد المفروض ان ده كان انت عارفينه، الستريبتومايسين، الايسونيكوتينيك اسيد هيدرازايد، الريماكتان، وادويه كتيره بقى معروفه. يعني ما ينفعش بقى ايه السيبروفلوكساسين والسيفالوسبورين والترايميثوبرين، الكلام ده كله ما ينفعش. يبقى فهمنا بقى حاجه اسمها سترايل بكتيريوريا، يعني انا بزرع ما بيطلعش حاجه، يبقى ده سترايل، سترايل كالشر. انما العيان بيشتكي وفي باس، فاعمل ايه؟ اقول ده تي بي او كلاميديا. كلاميديا دي زرعتها سخيفة جدا، عاوزة تيشو كالشر واشوف انكلوجن بوديز، اخد مساحات واخد كحتات واشوف ايه اللي فيها، وعلاجها سهل قوي تترا سايكل. ففي ناس دلوقتي بتوع اليورولوجي بتوع المسالك البولية لما بيجي استرايل بكتيريوريا بيشوفوا ده تي بي ولا لا، ما طلعش تي بي يروح مدين العيان تترا سايكل. لو يعني بص لها العيان خاف، كلاميديا دي اسهل حاجه اللي هي التترا سايكل. طيب ايه الكرايتيريا بتاعت البكتيريوريا بقى؟ يعني عشان اقول عندك بكتيريا في البلاد، في حاجتين. هل العيان ده يشتكي من حاجه؟ يشتكي يعني سيمتوماتيك. خلي بالك في حاجه اسمها ساينز اند سيمتومز. السيمتومز شكوى العيان، ساينز الدكتور بيلقط حاجات كده تبين ان ده عنده الشيء الفلاني. يبقى السيمتومز ده بتاعت العيان، يقول لك انا عندي حرقان في البول وعندي مش عارف ايه وسخن والحته دي بتوجعني والكلام ده كله. انما الدكتور هو اللي له ساينز اللي هو يشوفها. طيب ايه بقى اذا كان العيان بيشتكي من حاجه يعني سيمتوماتيك؟ اقول ده ميل ولا ميل ولا فيميل. اذا كان فيميل اشوف اعمل مزرعه بول، لازم يبقى الكوليفور. فاكر الكوليفور اللي هي الايكولاي والكريبسيل، لازم يكون عددها في الكالتشر اكتر من 10 باور 2، 10 اس 2، دي اسمها 10 باور، باور اللي فوق اللي باور 2، تمام؟ ده الكوليفور. وبعدين لما احلل البول وابص على الباس سيلز الاقي الباس بتاعتنا اباوت 10 بير ام ال، ملي باليورين، الاقي على الاقل 10 سيلز اوف باس سيلز او وايت بيسيز. يعني ده اذا كان فيميل، يبقى الفيميل وبتشتكي اشوف الكوليفورم عدده قد ايه؟ 10 باور 2، يبقى ده عندها، والباس سيلز اكتر من 10 بنظره الميكروسكوب او في الميل، يعني بتتحسب بطريقه مالكش دعوه بيها، يبقى ده خلاص ده سيمتوماتيك، ودي بكتيريوريا يعني بكتيريا في البلاد، في باس سيلز وفي بكتيريا. البكتيريا عددها اهو والباسلز عددها اهو. طيب لو كان ميل بقى على طول كده تروح زارع طلع 10 باور 5، يبقى ده عنده بكتيريوريا، يعني بكتيريا في البلد في اليوريا. خلاص تمام. يبقى ده الفرق بين الميل والفيميل. طيب في بقى اسيمتوماتيك، يعني واحد ما بيشتكيش من حاجه بس هو عاوز يعمل تحليل بول،
متضايق، في ريحه، اي حاجه بقى، لكن مفيش اعراض. يعني قلنا نو، بكتيريوريا نو بكتيريا، سيمتوماتيك مفيش اعراض. اروح ازرع، لو لقيت الاورجانيزم الباثوجينيك اورجانيزم عددها 10 باور 5 يبقى ده عنده بكتيريوريا ولسه هو مش حاسس بيها، اسيمتوماتيك. وبعدين بقى احنا زي ما قلت لكم دلوقتي ان في حاجه اسمها سترايل بايوريا. بايوريا يعني في باس، بايو يعني باس، صديد في البول، لكن مفيش بكتيريا، ازرع مفيش، يبقى دي اسمها سترايل، مفيش بكتيريا، مش لاقي بكتيريا، مش ابكتيريا، ابكتيريا مفيش اي نوع من البكتيريا، لكن هنا سترايل مفيش بكتيريا من اللي انا عارفها، اللي هي جرام نيجاتيف باسيلاي ايكولاي كليبسيلا بروتياس، ولا جرام بوزيتيف ستاف ابيديرميدس، او ايه قلنا ايه، او ستريبتوكوكس فيكاليس اللي موجود في الاسطول. طيب السترايل بايوريا ده اللي هو على طول تي بي، العيان يقول لك انا عندي ديسيوريا، حرقان في البول، يجي يشتكي حرقان في البول وبينزل دم، هيماتوريا، تمام؟ وايه، بخش التواليت كتير قوي، فريكوانسي اوف يورينيشن انكريز، فريكوانسي عنده الفريكوانسي كتيره خالص. وبعدين اعمل بقى المزرعه بتاعت التي بي من اليورين واشوف ايه الحكايه، وساعات ما تطلعش المزرعه معايا فبعمل البي سي ار، خلي بالكم دي حاجه جديده للتي بي، نعمل بي سي ار، يعني نشوف الجينوم بتاع التي بي موجود ولا لا في اليورين. الكلاميديا قلت لكم عليها ايه. طيب انا شخص التي بي ازاي؟ اكس راي، اعمل اكس راي اشوف ايه الحكايه، وبعدين اعمل كالتشر سنسيتيفيتي واشوف ايه الحكايه بتاعتي، هل هو تي بي ولا لا، وازرع على لوفنشتاين اشوف اسيد فاست باسيلاي اللي هو التي بي. خلاص كده فهمت؟ طيب العلاج بتاع اليورينري تراكت انفكشن ايه؟ مش الاسترايل بقى اللي هو اللي فيه بكتيريا، نعالجه بالنيترو فيورانتون، يبقى قطع الكلام، نيترو فيورانتون، ترايميثوبرين، كيفالوسبورين، كيفالوسبورين، في ناس بتطوها سيفالوسبورين، قال لي ريحك، كيفالوسبورين او سيفالوسبورين، سيبروفلوكساسين، سيبروفلوكساسين ده يشتغل حلو قوي على الحاجات دي. اللي عنده بكتيريوريا بيبقى فيه عنده ساعات بقى تبص ايه حرارته بقت 40 وبتاع، لا لا لا، ادي الادويه دي كلها انترافينس، واشرب العيان 2 لتر ميه مع الانترافينس دي، اديها انترافينس انجكشن لانه بقى سخن وعنده بايلايتس يعني انفلاميشن بقى في اليوريتر وسيستايتس وممكن يطلع نفرايتس. انت فاكر الرسمه او فاكرين الرسمه؟ اهي تاني، عشان دي حاجة مهمة جدا، وهنا يوريتر وهنا يوريتر مفتوح، وهنا كدني اهي والكاليسز، وهنا كدني وكاليسز، وهنا الاسفينكتر عشان البول ينزل ما يطلعش تاني، تمام؟ يبقى ممكن بقى الانفكشن تطلع فوق تنزل تحت، المهم عندي ان انا لو العيان سخن بيسخن 40 درجة وبتاع اديله على طول حاجات انترا فينس. طب ايه البروفيلاكسس بقى عشان ما يجيليش حاجات كتيرة قوي، بروفيلاكسس عشان ما يجيليش حتى يوريثرايتس، ايه هي؟ اشرب كل واحد 2 لتر مية يوميا، يعمل ميكتوريشن، يتبول كل 3 ساعات، واحدة قبل النوم، واحدة قبل النوم. وبعدين لو ما يكون معاه مراته ولا حاجة ما يستخدمش الفوم أو السبيرموسايدال ايجنتس عشان يمنع الحمل. سبيرم سايدال، اي كلمه فيها سايدال يا اخواني يعني قاتل. لما اقول سالم سايدال يبقى قاتل سالم، شريف سايدال قاتل شريف، احمد سايدال قاتل احمد. بكتيريال
بكتيريا صيدل قاتل البكتيريا، سبيرم صيدل بيقتل السبيرم او الحيوانات المنويه. ما تخليش عندك كونستيبيشن، ما تخليش عندك امساك، تمام؟ طيب ايه بقى السبيشال انفستيجيشن اللي عاملها بقى؟ يعني بالنسبه لي انا كدكتور بقى كلينيشن، اهم حاجه الاول نعمل الترا ساوند سونار، يعني نشوف الكدني ماشيه حلو والكاليسز والمنظر حلو. عاوز اشوف اكتر اعمل صبغه، يبقى اسمها يورو، يورو بدل يورو يبقى فيه كمان صبغه. وبعدين نشوف العيان ده عنده دايابيتس ولا لا، ما دي من الحاجات اللي بتعمل يورينري تراكت انفكشن. نشوف السيمتومز بتاعته اخبارها ايه، هل عنده حرقان، هل سخن، هل ايه اللي هو سيفير سيمتومز، هل هو اميون، اميون يعني مناعه، كومبرومايزد يعني مضروب المناعه بتاعته، ما فيش اميون كومبرومايز زي واحد عنده ايدز مثلا، ودايابيتس برضه بيعمل اميون كومبرومايز. لما شفت بالالترا سونيك بالالترا ساوند اللي هو السونار حاجات ملخبطه كده، يبقى في بايلو نيفرايتس، واعمل يوروجرام. يوروجرام يعني بالسبب يوروجرام، واشوف فيه كالكيولاي ولا لا. كالكيولاي يعني هاي ستونز، يعني حصاوي. خلاص مش عارف دي، اروح اعمل سي تي بقى. السي تي بي حلو قوي للدياجنوزس اند فولو اب، يا ترى بعد كده حصل ايه بقى، يعني بعد مثلا اسبوعين اعمل تاني سي تي. بس انا بقى عشان اشوف كل حاجه اعمل سي تي كونتراست. كونتراست بيبقى ليه فيزز، يعني ده كده 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 فيزز، وفي 3 دايمنشن، يعني في حاجات كتيره قوي سي تي. خايف انا بقى اخد صبغه واشوف الكونتراست والحاجات دي، يبقى ام ار اي، رنين رنين، تمام. اتعشم بقى ان يكون الموضوع اتفهم، موضوع صعب انما لذيذ لما تفهمه. تركيب اليورينري سيستم، يوريثرا فتحه بول قصيره يجي الانفكشن بسرعه، ده في الفيميلز طويله لا. وبعدين البلادر او الفيزكس اللي هي البلادر اللي هو المحتوى يعني بتحوش فيه البول، وبعدين التو يوريترز اثنين حوالب، وبعدين الكيدني. الكيدني ليها قشره كورتكس وليها مضله، المضله فيها كابس اللي هي الايه البول يخش فيها ويروح نازل على البتاع، لما بينزل هنا ما يرجعش، لان لو رجع ممكن يبقى عندي يورين تراكت انفكشن، تروح مطلعاه يعمل بقى ايه بايلو نيفرايتس والحاجات دي. ونشكركم شكرا جزيلا.